بص مش هكدب عليك، الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة ده نسبي، وغالبا بيبقى عندنا كلنا، اروح ولا ما اروحش المكان ده، اشتري ولا ما اشتريش البيت ده او العربية دي مثلا، اكمل في الوظيفة اللي انا مش لاقي نفسي فيها علشان الاستقرار، ولا اعمل الحاجة اللي بحبها وانا وحظي. طبعا عرفت اننا هنتكلم عن موضوع التردد، وهو فعلا نسبي، يعني بيبقى زيادة عند ناس فبيحول حياتهم لمجموعة من الفرص الضائعة، ويقعدوا يفكروا فيها طول عمرهم من غير ما يتعلموا دروسها. وفي ناس الموضوع عندهم بيبقى عقلاني شوية، بيفكر كتير قبل ما ياخد خطوته، وتبقى خطوته محسوبة، وده ما بيعتبرش تردد، ده تأني، ولو أخد الخطوة الصح في توقيتها بيبقى أسعد واحد في الدنيا، وبيحس كده في نفسه إن هو كوتش كبير قوي. بس وإحنا بنشوف قصة وأبعاد التردد النفسي طلع موضوع بالغ الأهمية، ده ممكن فعلا يبوظ حياة إنسان، ويكون الإنسان ده بيمتلك كل مقومات النجاح والسعادة، بس حياته تتدمر لمجرد إنه متردد ومش عارف ياخد قرار في حياته. وكالعادة لما تفتح كتب علم النفس تلاقي دايما جذور أي مشكلة داخل أي بني آدم بترجع لمرحلة الطفولة والنشأة. يعني مثلا مشكلة التردد النفسي، علماء النفس بيقولوا إن سببها الجوهري هز ثقة الطفل بنفسه في مرحلة تكوين شخصيته اللي هي السنوات الأولى، تقعد بقى تزعق فيه بشكل مستمر كل ما يعمل حاجة غلط كأنه عمل جريمة مثلا، أو الناس اللي بيضربوا أطفالهم وبيضربوا أولادهم، ده مش بس بيطلعوا متردد، ده كمان بيطلعوا جبان. علشان كده معظم أطباء النفس أو الأخصائيين علم النفس بينصحوا بإنك دايما تشجع ابنك أو بنتك، وتشجعهم على اتخاذ القرار، واستبدل الانفعال عليهم بالنصيحة وبالمعرفة، يعني عرفهم ايه الصح وايه الغلط، طالما انت كأب او انت كأم موجودين في حياتهم، بدل ما يتعلموا بالتجربة والدنيا هي اللي تعرفهم ايه الصح من الغلط. طيب اللي كبر بقى وبيعاني من الحكاية دي يعمل ايه؟ بص واحنا بندور لقينا شوية نصايح، بس خلينا نقولها بعد الفاصل، ورزقنا كلنا على الله. فاصل ونكمل كلامنا، والكلام المحترم ما بينتهيش على الراديو 90-90. طبعا الإنسان اللي بيعاني من مشكلة التردد بشكل نفسي، أول نصيحة ممكن تقولها له إنه ما يسمعش أغنية الفرصة للكينج محمد منير، لأن العرض ممكن يزيد عنده، يقعد بقى الكينج يقول فرصة بنت جميلة وراكبة عجلة ببدال وشعرها بيطير قدامها وبيداري علينا جمالها، وإيه بقى؟ والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال، فبلاش الأغنية دي اسمعها، خليها في مرحلة تانية من الكورس. طيب لكن احنا قلنا انه لو كبر وعنده مشكلة التردد النفسي دي، في شوية نصايح وتقدر جدا فعلا ان انت تتخلص منها. واول خطوة انك تقتنع انك تقدر، لان التردد زي ما قلنا في جوهره هو انعدام الثقة بالنفس، يبقى تتعامل مع المشكلة إنك عايز تعيد البناء المهدوم ده من جواك، وتبنيه من أول وجديد، وتبنيه بالشكل اللي يحقق لك السعادة في حياتك. شوية النصايح دي مثلا من بينها إنك تتخلص من فكرة الخوف من الفشل. إيه المشكلة يعني لما تفشل مرة؟ مفيش إنسان ناجح ما مرش بمطبات وحفر كتير من الفشل، بس الفرق إنه ما بيقولش أنا فشلت، بيدرسها وبيقول أنا تعلمت. كمان من ضمن النصايح دي، ودي أنا بعتبرها بشكل عام إنها مهمة جدا، إنك تقرأ وتقرأ كتير، وتقرأ في سيرة الناجحين على مستوى العالم وتجربة حياتهم. ولو دايرتك الاجتماعية جزء من المشكلة، اعرف إنها عمرها ما هتكون جزء من الحل. معنى ده إنك محتاج دوائر اجتماعية جديدة تناسب هدفك، ولو أنت مش عارف هدفك إيه
دي بقى هتبقى مسألة صعبة وهتصعب الدنيا عليك وهتصعبها علينا كمان. خلصت حلقتنا، بس الكلام المحترم ما بيخلصش على الراديو 90 90.